نتواصل مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، منافسات صباح هذا اليوم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق قبل قليل شوطنا السابع، هذا الشوط خاص بفئة الجذاع البكار، وعدد المشاركات في هذا الشوط 14 بكرة مشاركة وحاضرة في هذا الشوط. المقدمة مباشرة ومن تحتل المركز الأول في هذا الشوط، نتجه مباشرة لنتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. صدارة الشوط مع تقدير حمد بن محمد بن عبدان المري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول تقدير. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم الشايبة أحمد بن زايد بن طرجم السهلي على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث ومن تتقدم فيه وتتسلل مصيحة لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري، ودور المركز الرابع. وننتقل إلى من تحتل المركز الرابع في هذا النداء، وصلت بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضلي البلوي على المركز الرابع، المركز الخامس ومن تتسلل إليه. هنا تتقدم الغزيل لراشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى تقدير من تقود المنطلقات في هذا الشوط وتسيطر تمام السيطرة على المركز الأول. هنا تقدير، تتقدم حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المري، يقدم لنا تقدير في هذا الشوط. يتابعها أيضا أحد الشباب المميزين سالم بن راشد بن عبدان، راع الحذرة من حازت في شوط من أشواطنا الماضية على المركز الثالث. تمنى لك التوفيق براشد ولكل الحاضرين. دور المركز الرابع، الشايبة لأحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث تتقدم وتتسلل بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضلي البلوي على المركز الثالث. ونقلتنا التالية إلى المركز الرابع، مصيحة سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، وعلى المركز الخامس ما زالت الأمور في ندائنا الثاني كما هي، الغزيل لراشد بن ناصر آل جبر النعيمي. هذا هو نداءنا الثاني على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتداعيات ومنافسات هذا السباق المحلي التاسع. العودة إلى المنافسة القوية على صدارة الشوط والشديدة في هذه الأثناء ما بين تقدير وأيضا ما بين الشايبة بن طرجم وبن عبدان في منافسة صباحية جميلة على أرضية ميدان التحدي. يا سلام يا سلام، تقدمت قبل قليل الشايبة أحمد بن زايد بن طرجم السهلي، ولكن عادت مرة أخرى تقدير بكل حب وتقدير تعود إلى المقدمة في صباح هذا اليوم متسيدة أمور هذا الشوط منذ البداية ومنذ الانطلاق. يا سلام، 3 كيلومترات نشارف على انقضائها، ويتبقى أيضا 3 كيلومترات، المسافة هي 6 كيلومترات. وتقدير تقدير 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 في منافسة صباحية جميلة، تقدير والشايبة والشايبة وتقدير. تتقدم الشايبة في هذه الأثناء لتختطف المركز الأول مع أحمد بن زايد بن طرجم السهلي على المركز الأول، تقدير على المركز الثاني في هذه الأثناء. ننتقل إلى المركز الثالث وبداية تتقدم أبناء ميدان تبوك الورد قادمة على المركز الثالث، نايف بن ناصر بن عودة الفاضلي البلوي يقدم لنا بداية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات، يا سلام، أول نداء لمزن طالب بن صالح بن طالب بن عقيل، وكفتها مليئة بالترشيحات. مزن سبق وأن فازت هذه الذلول بمراكز متقدمة بالمركز الأول في هذا الموسم، سبق لها أن حازت على مراكز عديدة وشكلها فنان بشعار بن عقيل. يا مرحبا بالمزن، يا مرحبا بمزن الخير اللي انطلقت في المركز الثالث. المركز الرابع
الرابع في هذه الأثناء. هنا بداية ناصر بن نايف بن ناصر بن عودة البلوي، بينما المركز الخامس تتقدم فيه الغزيل لراشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. العودة إلى المنافسة على الصدارة، مزن تتقدم، مزن الخير تتقدم في المركز الأول في هذه اللحظات. مرت مرور كرام، مرت مرور كرام إلى المركز الأول. ما ترتاح المزن إلا في هذا المكان، ما ترتاح ولا تستريح إلا في هذا الموقع. يا سلام يا سلام، طالب بن صالح بن طالب بن عقيل يقدم لنا مزن على المركز الأول ومرشحة ترشيح قوي لاختطاف ناموس الشوط. الكيلو وين؟ الأخيرين عن خط النهاية. مزن مع المركز الأول. المركز الثاني الشايبة أحمد بن زايد بن طرجم السهلي. المركز الثالث تقدير حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المري يقدم لنا تقدير على المركز الثالث. المركز الرابع بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضل البلوي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ما زالت فيه أو هنا تسلل من ميلان على المركز الخامس لصالح بن بنية بن صالح الهرفي. هذه النتيجة أيها الأعزاء. كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين عن خط النهاية، يا مسايرين يا متابعين، تفصلنا عن معرفة بطلة الشوط. ما زالت مزن مع المركز الأول، مع الصدارة تسيطر تمام السيطرة على المركز الأول بشعار طالب بن صالح بن طالب بن عقيل يقدم مزن على المركز الأول. يا سلام يا مزن يا سلام. الخوف الخوف على مزن من الشايبة من تحتل المركز الثاني، وتتقدم أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على المركز الثاني. المركز الثالث عاد التقدير مرة أخرى، حمد بن محمد بن عبدان المري يقدم لنا تقدير. المركز الرابع الانطلاق من بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضل البلوي. المركز الخامس وصلت ميلان صالح بن بنية بن صالح البلوي يقدم لنا ميلان على المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. انطلقت شايبة الكيلو الأخير يا مضمرين، وعاد التقدير مرة أخرى مع المركز الثاني. تحرك التقدير مع المركز الثاني حمد بن محمد بن حمد بن عبدان. المركز الثالث بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضل البلوي، ولكن مزن يا سلام. انطلقت المرشحة في هذا الشوط، انطلقت مزن مع المركز الثاني، عادت مرة أخرى وأيضا ولع الشوط في هذه اللحظات. هنا الشايبة مع المركز الأول، مزن مع المركز الثاني، تقدير مع المركز الثالث، وهنا أيضا بداية مع المركز الرابع وميلان مع المركز الخامس. وين الشوط؟ 500 متر يا مضمرين، 500 متر. انطلقت الشايبة وانطلقت وتحركت في هذه اللحظات. بداية وتقدير أيضا تتحرك على المركز الثالث. تقدير بداية الشايبة الشوط. وين يا مضمرين؟ الشايبة بداية تحاول، ولكن تقدير مع بن عبدان مع المركز الأول. حمد بن محمد بن عبدان يختطف ناموس الشوط مع التقدير، مع تقدير. الشايبة تحاول ولكن تقدير وأيضا تختطف المركز الأول بكل تقدير وبكل نجاح وامتياز. تهانينا لحمد بن محمد بن عبدان المري على هذا الفوز المستحق، والتهاني أيضا لسالم بن راشد بن عبدان. المركز الثاني الشايبة لأحمد بن زايد بن طرجم السهلي. المركز الثالث بداية لنايف بن ناصر بن عودة الفاضلي البلوي. المركز الرابع مزن لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل. المركز الخامس ميلان لصالح بن بنية بن صالح الهرفي البلوي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. للمراكز المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم في هذا الشوط بالفعل، وتقدير
هي من خطفت المركز الأول، وسلام يا الريان. سلام نقلت السلامات إلى الريان وإلى حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المري. 9:50 بالوفاء والتمام، تهانينا لحمد بن محمد بن حمد بن عبدان. المركز الثاني وصلت فيه الشايبة، 9:50 جزء واحد من الثانية، تهانينا وناموس لمالك الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. المركز الثالث، المركز الثالث بداية توقيتها 9:51، 6 من الثانية، تهاني والناموس لمالك بداية نايف بن ناصر بن عودة الفاضل البلوي. تهانينا والناموس للجميع. التواصل